السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميغا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم عسل منزلي، العسل هكذا اللي كنحضروا بالخصوص في رمضان باش نعسلوا به شباكيه والبريوات بالخصوص. علاش خصيت بالذكر الشباكيه والبريوات؟ حيت هما اللي كيبغيو العسل يكون ثقيل وخاتر باش كيشبر فيهم مزيان وكيعطيهم ديك التعليكه اللي كتبقى فيهم كيف كنعرفوا في العاده. فهاد العسل هذا كيكون ناجح ان شاء الله، غادي ينجح، غادي نفسر هكذا بزاف الحاجات خصوصا للمبتدئات اللي اول مره غادي يحضروا العسل هكذا الشباكيه، وان شاء الله نحضروا به شباكيه ونحضروا به اشياء اخرى كثيره. فكنتمنى ان شاء الله الطريقه ديالي تعجبكم. ما تنساوش تشجعوني باللايكات وتعليقاتكم اللي كيفرحوني دائما. فكيف كتشوفوا هنايا عندي واحد الطنجره، من الاحسن تاخذوا واحد الطنجره اللي هي تكون ثقيله هكذا وما كتلصقش. بالنسبه للسكر فممكن تستعملوا اي نوع السكر بغيتم، ماشي هذا اللي استعملت انا. ممكن تستعملوا هذاك اللي كيجي مربعات صغيره، ممكن تستعملوا القالب، ممكن تستعملوا سكر سنيده. اي سكر استعملته غتمشيو معاه بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم. بالنسبه للكميه فعندي هنا 2 كيلو السكر، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا. فكنصح المبتدئات يبداو فقط بكيلو السكر هكذا كتجربه. وبالنسبه للناس اللي كيعرفوا هكذا يحضروا العسل فخلاص راه عارفين شنو غادي يعملوا. فهنا كيف كتشوفوا 2 كيلو السكر غادي نحتاج معاها لتر د الماء. بالنسبه للمبتدئات فانا كنهضر بالخصوص مع الاخوات المبتدئات اللي راسلوني. بالنسبه للمبتدئات اللي غادي تستعملوا كيلو د السكر غادي تستعملوا معاه نصف لتر د الماء. غادي نحتاج معهم واحد الليمونه هكذا صغيره، كيف كتشوفوا هذه صغيره غادي نستعملها كامله. بالنسبه اذا كنتوا غادي كانت عندكم ليمونه كبيره غتستعملوا النصف ديالها فقط. وهكذا بقشوره بكل شيء. وغادي نحتاج ايضا لواحد البرتقاله، كيف كتشوفوا هذه بحجم متوسط غادي نستعمل النصف ديالها فقط، ما غادي نعملهاش كامله. صافي هادو هما المكونات. وغادي نحتاج ايضا للمسكه الحره، ضروري من المسكه الحره حيت هي اللي كتعطي هذاك التعليكه للعسل وايضا حتى المذاق راه كتنسم مزيان العسل ديالنا. طغى هنا الكميه كيف كتشوفوا احتاجت 2 كويرات هكذا شويه كبارين. مهم نتوما مشيو على هاد الميزان هذا كيف كنقولوا عينكم ميزانكم. صافي بالنسبه دابا للسكر فغادي نقطع عليه الليمونه الحامضه كامله، وغادي نقطع ايضا نصف برتقاله غادي نقطعهم هكذا شرائح كيف كتشوفوا. وغادي نضيف عليهم الماء. هاد العسل هذا كيجي غزال، كيجي غزال 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 منسم وثقيل. فانا ما استعملت حتى شي نوع د المنسمات هكذا اخرى كالقرفه القرنفل او اي حاجه، لانني غادي نستعملوا هذا بالخصوص غير البريوات والشباكيه وبغيتهم يبقاو يعني بالمذاق ديالهم، ما يبدلوا لي شي تنسيمه الشباكيه ديالي او البريوات. فهكذا كيف كتشوفوا ضفت الماء على السكر، كيدوب دغيا بسهوله، غنستنى عليه غير يدوب غنحركو هكذا، بقى نحركو كل شويه. ومن بعد غادي نوضعه فوق النار. هاد العسل هذا ما كيحتاج شي كيف قلت لكم لا الكوكوط لا حتى شي حاجه، غير هو خصو شويه د الوقت. ومن الاحسن اننا نحضروه في الصباح هكذا كنكونوا حنايا باقي في المطبخ او في الكوزينه هكذا كنعملوا الاعمال ديالنا، فما كنحسوش باننا بدلنا شي مجهود باش نحضروا هاد العسل هذا، لان حنا يدنا في الشغل ويدنا في هذا العسل كيف كتشوفوا. فانا هنا قبل ما نبدا الاشغال ديالي عملته هكذا وضعته فوق النار كيف كتشوفوا. النار تكون شويه هكذا مجهده معليش دابا حتى يذوب السكر مزيان، ونتاكدوا بان السكر ديالنا ذاب. من بعد كنحنيو النار على العسل او على السكر او على المهم على هاد الخلطه هذه. فكنحني النار تماما، تكون واحد النار اللي هي خفيفه، وكنبقى نحرك مره مره. انا كنعمل الشغل ديالي وانا كنمشي نحرك الطنجره ديالي هكذا كنعطيها الوقت ديالها. تقريبا انا خدات لي ساعه د المكانه، ممكن ثم اقل وممكن اكثر على حسب النار. انا عندي النار مهيله يعني نسبيا، مهم حانيه النار حانيه. فانا كندور هكذا وانا كنمشي مره مره، مهم بطريقه كيفاش كنحضروا المربى ديالنا كيفاش كنحضروها، كنعطيوها وقتها باش كتعسل وكتجي معلكه ما كتحرقش. هاد الطريقه نفسها اللي غادي نستعملو مع العسل.
كيف كتشوفوا شويه وبدا اللون كيتبدل، تقريبا ربع ساعه بدا اللون ديالها كيتبدل كيف كتشوفوا، وحتى تقطع الليمون والبرتقال كيف كتشوفوا كتشوفهم بداو كينشفوا خصوصا من القشره ديالهم او الحاشيه. فهذه هي الطريقه اللي كنمشيو معها، شويه الصبر وشويه الخطر. مره مره كندور الطنجره ديالي نحرك الجنبات من الفوق وكنحرك حتى من التحت باش ما يتحرقليش، ربما تكون الطنجره كتحرق. فانا هاد الطنجره ديالي ما كتلصقش، يعني ثقيله. اختروا دائما البنات الطنجره تكون ثقيله باش تكون الوصفه ان شاء الله معكم ناجحه. فصافي هكذا كيف شفتوا كنستمر بالنسبه للون. فانتوما كتحكموا فيه، يعني ممكن تطفيو عليها قبل، ممكن اقل بالنسبه. انا خليتها 30، عفوا ماشي 30 دقيقه، سمحوا لي سبق لي قلت 30 دقيقه ولكن ماشي 30 دقيقه، ساعه بالضبط، يعني 60 دقيقه. 60 دقيقه كان اللون ديال العسل ديالي رجع هكذا كيف كتشوفوا، والقشور ديال البرتقال والليمون جمدوا ونشفوا كيف كتشوفوا اللون ديالهم حتى هما كيتغير. فهذا هو الميزان ديال العسل ديالنا حسب الرغبه ديالكم. بغيتوه العسل يكون ثقيل بزاف كيف غادي نحضروا انا، يعني باش يشبرنا في الشبكيه وبريوات ديالنا، فغادي تشوفوا بان القشور ديال البرتقال والحامض نشفوا مزيان. ومي كنعليو الملعقه هكذا وكنعليو العسل كنشوفوا هاد الخويط هذا ما كيتقطعش كيف كتشوفوا. فساعد المكنه كافيه باش صافي، باش هكذا يكون العسل ديالنا ناشف، ما نعطيوه واجد عفوا، ما نعطيوهش كثر باش ما يتحجرش معنا وينشف، حيت بزاف الاخوات كيقولوا بان العسل ديالهم تحجر. فهذا كيكون انهم يعني فوتوا له شويه الطياب، عطاوه وقت الطياب اكثر. بالنسبه للقياس باش نعرفوه صافي واجد، نفس الطريقه ديال المربى كيف قلت لكم، غنوضع شويه في الطبيصل وغادي نحيدو في الثلاجه دغيا غير واحد جوج دقائق صافي، وغادي نجبد باش نشوف العسل ديالي واش واجد او لا. لا هنا انا طفيت له لان متاكده ان العسل ديالي صافي واجد، حيت كيف كتشوفوا كيعمل هذا الخويط هذا، اللون ديالو القشور ديال البرتقال ناشفين كيف كتشوفوا، خا هما مرطبين ولكن كتحس بهم انهم يعني معسلين. هذا هو القوام ديال العسل، واخا كيبان لكم هكذا بانه باقي خفيف ولكن هو كل ما برد كل ما كيجمد وكيقصح. صافي غادي نجبد الطبيصل ديالي من الثلاجه كيف كتشوفوا، وها هو العسل ديالي واجد ثقيل هكذا كيف كتشوفوا، ولكن في نفس الوقت يعني هكذا كيف كتشوفوا كيعمل هذا الخيط هذا ديال العسل، ولكن هو باقي ما تكراميليزاش، يعني ما رجعش كراميل لاننا ما خصناش باش يجمد معنا. هكذا كيف كتشوف كيعمل ديك الخويط وكيجي معلك مزيان وخاتر، كنركز على خاتر. العسل ديالنا خصو يجي قاصح باش يشبر لنا في الشباكيه وبريوات وباش يعطيهم هذاك التعليكه، لان هي التعليكه ما كتكونش في الخدمه ديالهم فقط ولكن كتكون في العسل. فصافي كنوضعو انا في واحد القنينه هكذا اللي كتكون عندي معقمه، وكنخليه واحد حتى يبرد يبات، عاد غادي يعطيكم النتيجه. بالنسبه للاخوات اللي بيتوا العسل وصبحوا في الصباح جبروه بانه قاصح بزاف او تكراميليزا، يعني هكذا تسكر كيف كنقولوا، فغادي تردوه فوق النار، والنار مهيله، غادي تسخنوا واحد الكاس ديال الماء وغادي تضيفوه العسل ديالكم، تضيفوا له هذا الكاس هكذا، والنار ضروري تكون مهيله وتخليوه واحد 5 دقائق هكذا صافي، وتطفيو عليه يعني غير باش يتخلط العسل ديالكم مع هذاك الماء، وصافي ان شاء الله يكون عندكم العسل ديالكم واجد. كيف كتشوفوا القشور ديالي معلكين حتى هما، واللون ديالهم مغاير ولكن بلا ما جمد لي او بلا ما غيتسكر لي، بلا ما غتسكر لي، ما غيتسكر لي، ما عرفتش شكون، بلا ما غيتسكر لي العسل. وهذا اللون ديالو، واخا كتشوفوا العسل غامق كيف كتشوفوا، كل ما كان اللون ديالو هكذا غامق كل ما كيجي العسل مركب كز كيف كنقولوا، كيجي خاتر ومنسم. فهكذا غادي نوريكم هيدا بالملعقه كيفاش غادي يكون ملي كيبرد. فهذا الرضومه ما كيبردش بسهوله، وانما هذا اللي في الطبيصل انا عملته باش يبرد دغيا باش تشوفوا كيفاش كيكون اللون ديالو ملي كيبرد، يعني ما يغركمش هذا اللون اللي كاين في الرضومه.
صافي هكذا كنخليوه حتى كيبرد. ما تنساوش كاس الماء اذا تحجر معكم او تسكر لكم العسل ديالكم. وكانت هذه هي طريقتي، ان شاء الله غادي ننزل لكم شباكيه، ننزل بريوات، ننزل اشياء اخرى لرمضان، فهذا العسل كيكون ناجح واحسن مليون في المئة من هذاك اللي كنشريو من الزنقه. وحتى التنسيمات الليمون والبرتقال كتكون فيه تحفه. فكنتمنى ان شاء الله الطريقه ديالي تعجبكم، وما تنساوش تشجعوني ودعموني باللايكات ديالكم، ايضا تعليقاتكم اللي كيفرحوني دائما. ونزلوا لي هكذا اذا بغيتوا شنو ممكن انني نحضر لكم من معسلات رمضان ان شاء الله. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحه وراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.